يكون فيه طور مناقشات واحد الاقتراح ديال تعويض الفئات المتضرره. حنا اسبوع عيد سلف رمضان، بغيت نسولكم واش كتضحكوا علينا ولا كتضحكوا على المغاربه؟ عارفين انكم خديتوا قرار قبل رمضان، هذاك اللي فيه سدان خديتوه قبل رمضان، والبدائل حنا مازالين كنناقشوها. سيد الوزير الله يخليكم، هاد الحكومه يعني قلناها لكم النهار الاول، قلنا لكم بانكم حكومه صماء، ما كتسمعوش النبض الشارع، ما كتسمعوش الصوت ديال المواطن البسيط، ديال ديك الفئات الهشه. انتم عارفين ان القطاع الغير مهيكل مكتسح بلادنا ياك، ورئيس الحكومه قال بان كورونا كتحرك بالنهار وبالليل، سد عليها بالليل وتهنى منها بالليل، ولكن كاين مواطنين اللي كيتحركوا غير بالليل، ماشي موظفين، ماشي مستخدمين، عندهم مهن بسيطه، كي عنده طبله، خدام في مقهى، خدام في مطعم، طاكسي، يعني واحد العدد ديال المهن اللي كتشتغل في رمضان غير بالليل. سيد الوزير هذه قرارات العنصر ديال الزمن عنصر حاسم. مواطنة ومواطنين اليوم في رمضان نهار السادس في رمضان او النهار الخامس كاين اللي طبلته فارغه، الا كاين الناس اللي عندهم طبلتهم عامرين ومرتاحين، فكاين مواطنين اللي ما لاقيش ما يوكل لولادو، كيدخل قوت يوم اليوم باش يتقضى داكشي اللي غيوكل ولادو غدا. خصنا نفكروا بهذا المنطق سيد الوزير، راه ما يمكنش نتعاملوا كما لو اننا الامور راه عاديه واننا سدينا احنا مع التدابير الصحيه، ما عندنا ما نقولوا عليها، ولكن التدابير الموازيه كان خصها تكون عندكم اولويه سيد الوزير. للاسف اخلفتم مجددا الموعد مع المواطنات والمواطنين اللي كانوا كينتظروا، هما منضبطين يعني واحد عدد ديال الفئات، واخا يعني كاين اللي ربما ما ملتزمش، ولكن كاين فئات عريضه ملتزمه ومنضبطه بهذا القرار الصحي، ولكن كانت كتنتظر منكم تدابير حقيقيه ومازال كتنتظرها لحد الساعه وكنتمنى. شكرا سيده النائبه. وزير مفهوم باننا امام وباء وخصنا اجراءات قاسيه وشريئه للحد من الانتشار ديالو، ولكن من غير المفهوم بان الحكومه تجيب قرار بهذا الحجم هذا وبهذه الحده هذه بدون ما تجيب اجراءات مواكبه له. لا الجواب ديال السيد رئيس الحكومه ولا الجواب ديالكم اليوم كان فيه بانه ها هما الاجراءات لتعويض هاد الناس اللي سدينا عليهم. من غير المقبول السيد الوزير انه تجيو تسدوا بدون، واليوم اليوم اليوم كتقول حرفا بانه مازال غادي تجلسوا مع لجنه اليقظه باش تقرروا شنو غاديروا في الاجراءات المواكبه. راه هاد رمضان ماشي حاجه فجأة الحكومه، رمضان كان معروف التاريخ ديالو، وبالتالي كان اليوم الجواب ديالكم السيد الوزير تقولنا ها التعويضات اللي غادي نقدموا للمواطنين. اكثر من هذا، اليس واش الحكومه ما كتفكرش انها تمددها ولا انها تعيد النظر في هذا القرار الجائر للمواطنين، لا سيما وانه خلف مجموعه من يعني الحكومه، بغيت نقول واش ما كتفكرش بانها تعيد النظر في هذا القرار اللي خداتهم.